ضو في خيط نحاس كيف ناديتك. لا كنت باش نقرا لك كفك ولا مبربش في نيتك. كنت باش نتعدى معاك البيتك يمكن نهدلها الاسوار ويمكن بيناتنا نطلع حيتك. يمكن نعلق روحي في الصنارة اما وينو خيتك. يمكن عليه ولا بيه انا مرة لفيتك ونسيتك ومن بعد سألت روحي وينك واستنيتك. يمكن شعلتك في اخر الكلوار وانا طالع في الدروج طفيتك. يمكن نبقى عقابك مدغدش وكيف وصلت للسطح صفيتك. وكيف نلقى الاخطاء منك هارب القاع الهوية هزيتك. مش بيها الهوية خايبة ما تضحيش المهم دفيتك وربطت معاك ورقة وتاريخ وارقام وفي الهوى رميتك. خطروا لي لك حل عمل صوتة في لاريتني لاريتك. اما ادري كيفاش حسيتك ما نعرفش كيفاش. اما كان صدقني ربي حفرة ولا طفل مقصها في يده يبص في الظفرة. ليه حسيتك على خدي هبط شفرة. هزيتك وتمنيت وما خص عقلي تمنيت سفرة. اما باسبوري وافي وهذي اول ورقة صفرة. ثاني ورقة اني ما زلت نكتب ما نجمتش نبرة. كيف كنتي سكران بالدنيا وشامة من الخنقة غبرة. حسيتك مرة مطرة صيفية ومرة من جهنم. جمرة ريح بركين الوان ظلام خصوف برد صوف قمرة. ما فهمتش ولا ما رتبتش الحروف كيما يلزم في القانون. مثلا الفصل الاولاني شهد على عركبين عقل ومجنون. الفصل الثاني يدخل فيه بدنك ينهشو كيف مرض الطاعون. الفصل الثالث صيفك وخريفك وكل فصل يقتل فيه كل نفس كانوا باش يكون. الفصل الرابع من الاخر انتي شكون ما نعرفش له ما سمعتش له ما ريتش ما ريتش. وكيف سألت قالوا لي فكيتش. عييت واستنيت ويا فجر ما جيتش. يا دنيا بيك صوتي ما يوديكش. قالت لي يا ليل استناني طمع في لساني. يسكت يخطاني خليني نكمل نسرح في خيالي. نرسم في بالي نجمة في العالي تمشي في ثنيتك وانتي متعدي. وانا مسيتك ضربني ثور كشت. عجبني الشو رايض وديفي في صوتي يستهل لمتاش نحبك بالخافي.